اهلا وسهلا بيكم، معاكم المخرج الجديد محمد سامي. النهارده اول يوم في العرض المسرحي الجديد، حبيت اقول كلمه بسيطه بمناسبه افتتاح المسرحيه الجديده. في حاجات كتير قوي الواحد اتعلمها لما اخرج المسرحيه دي. اول درس الواحد اتعلمه جبر خواطر، تاني درس الواحد اتعلمه ان كل واحد عنده موهبه بس المفروض تعرف توظفها ازاي. وطبعا عشان اتعلم الدروس دي كلفتني جامد قوي. اول حاجه ان المسرح كله اتحرق، وما حدش يضحك، فعلا المسرح كله اتحرق. الموضوع ابتدى من 3 سنين لما ابتدينا العرض المسرحي دي، كان معايا مساعدة اسمها رضا. تعالى احكي لكم الحكاية من اولها. النهاردة اول يوم يا رضا في العرض المسرحي، معاكي ورق كتير اهو في ايدك، شكلك جايبة ناس كويسة. في ناس كتير قوي قدمت، احنا هنشوف احسنه واللي مش هنلاقيه مناسب هنقدمه في وظيفة تانية. بس اوعي تكوني جايبة مناظر زي وش. انا عارفة ان الناس اللي قدمت كلها تقرف. يلا شغلانة تقصر العمر، طول النهار روح يا رضا، تعالي يا رضا، اعمل يا رضا. يلا اللي بعده. ايه القرف ده؟ خرب بيت سنينك يا رضا، هي دي مناظر الناس اللي هما دول الناس اللي ما حصلتش؟ انت سمعت قالوا علينا ايه؟ قالوا علينا مناظر ما حصلتش. المفروض يبقى في ادب في رفض الناس، ما ينفعش الطريقة دي، طريقة مش مهذبة خالص. احنا لازم نعلمهم درس بجبر الخواطر، يعرفوا ازاي احترام الناس. حد عنده فكره؟ انا طبعا عندي فكره. عارفين انا مين؟ انا المراه الخارج، انا دلوقتي هولع لهم في المسرح كله. بتعلموا جبر خواطر؟